السلام عليكم، مرحبا بكم بالناس في فيديو جديد عندي في القناة. صانو هذا الفيديو هذا غادي يكون تكملة ديال الطقم ديال الصينية داتاي. انا كنا درنا المفرش، دابا غادي نديرو حامل المناديل، وعاد من بعد غادي نديرو المفرش ديال البراد واليد ديال البراد، وغنديرو حتى لي زاكسيسوار ديال الكويسات. الو هذا بالنسبة لحامل المناديل، نورمالمون كنخدمو كيكون فيه 20 مربع، 20 في الطول على 20 في العرض ديالو. خدمته بنفس الزواقة اللي كنت خدمت بها المفرش اللي كنت حطيت الفيديو ديالو. الوغ غادي نبداو على بركة الله، وغنديروها غنخدم معكم حتى هاد الوريدة هادي اللي غادي نزوقو بها هاد حامل المناديل. الوغ بحال ديما كيف ما كنقول لكم، الصوف ديال العبار غادي نبدا بخمسة وخمسين سلسلة. كما قلت لكم البنات، هنايا خدمت 55 سلسله، وكنخدم فوق منها هاد السكه اللي كنبدا عليها الخدمه دائما كيف ما كنقول. الوغ كندير غير سلسله، عمود سلسله. الوغ انا غندير سلسله، كنخلي سلسله، ماشي السلسله اللي تابعها كندير فوق منها عمود، كنخدم ثاني سلسله، نمشي لهنا نخلي سلسله، السلسله اللي تابعها كنخدم فوق منها عمود، ندير سلسله، نمشي للسلسله الاخيره ونخدم فوق منها عمود. الوغ سلسله عمود سلسله عمود، نطلع ثلاثه د السلاسل ونقلب الخدمه ديالي. كنجي لاول فراغ كندير عمود. الوغ هنا كيخصني نخدم 11 عمود، اذا العمود الاول كنمشي فوق العمود كنخدم عمود في الفراغ عمود. الوغ حتى كنكمل 11 ديال الاعمده. الا كنكمل هنايا 11 عمود، كنجي كندير خمسه د السلاسل، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كنخلي العمود الاول، العمود الثاني كنخدم فوق منه حشو، دونك كنخدم ثاني خمسه د السلاسل، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كنخلي العمود الاول فوق العمود الثاني كندير حشو، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كنجي فوق العمود الاول نخلي العمود الثاني كندير عمود. الوغ ثاني غادي نخدم ثاني هنا 11 عمود، الاول ثاني كيف ما قلت، فوق السلسله كنخدم في وسط منها عمود، وفوق العمود كندير عمود، جوج اربعه خمسه سته سبعة ثمانية تسعود عشرة 11. أنا عاودتاني نفس العملية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخلي عمود نمشي فوق العمود الثاني وندير حشو، خدم ثاني خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخلي العمود الأول فوق العمود الثاني وندير حشو، نخلي ثاني، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخلي العمود الأول العمود الثاني وندير ثاني 11 عمود. ألو هاد البلاصة اللي بقات عندي كلها أصلا غادي يبقى ليا فيها 11 عمود، غادي نخدم فوق منهم 11 عمود. الو ساليت السطر الاول، الو السطر الثاني كنطلع ثلاثه ديال الاعمده، كندور الخدمه ديالي، كنجي فوق العمود الثاني نخدم عمود، واحد نخدم فوق كل شيء هاد الاعمده عمود، غنخلي ثلاثه الاخرين لغة ثلاثه لما نبقى نحسب، وغادي نخدم هنا حتى كيبقاو عندي ثلاثه، كيبقى عندي هنا ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، كنخدم خمسة ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنجي فوق هاد خمسة الأولين كنخدم حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نمشي فوق خمسة السلاسل التانيين وندير في وسط منهم حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة
خمسة، نجي فوق التلاتين وندير حشو، وندير ثاني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نخلي العمود الأول ثاني ثالث، نمشي فوق العمود الرابع وكندير عمود، غنخدم هنا خمسة ديال الأعمدة، واحد ديجا خدمتو، الثاني الثالث الرابع الخامس. للتذكير البنات كنخدم بالصوف ديال الغبار العادية، بقاو لي هنا ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنجي فوق المجموعة الأولى وكندير حشو وكنكمل السطر على هذا الشكل. الوغ كيفما كنقول لكم، الوغ هذا السطر غيكون عندي فيه ثلاثة الفراغات، السطر اللي تابعو غيكون عندي فيه أربعة ديال الفراغات. بعد ما كنكمل السطر على هذا الشكل، كنطلع بثلاثة ديال السلاسل، كنقلب الخدمة ديالي، كنعاود نجي تاني كنخدم فوق العمود الثاني، إذن كنكمل فوق كل عمود، نخدم عمود حتى كنوصل للمجموعة ديال السلاسل، باش نوريكم أشنو غادي ندير، عاود باش نعاود نفس السطر الأول، لأنه هي هاد الغرزة هادي، هما جوج تاع الأسطر كتعاود، واحد كيكون فيه ثلاثة الفراغات، واحد كيكون فيه أربعة ديال الفراغات. خدمت آخر عمود، ألوغ كنجي فوق هاد السلاسل هاد الخمسة الأولين، كنخدم فوق منهم ثلاثة ديال الأعمدة على هاد الشكل، واحد ها جوج ها ثلاثة، مفهوم؟ خمسة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غنجي فوق المجموعة الثانية كندير حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنجي في المجموعة الثالثة كندير حشو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنجي فوق المجموعة الأخيرة كنجي لهنا وكنخدم ثلاثة ديال الأعمدة، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، كنخدم فوق هاد خمسة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. واش ولاو عندي هنا ثلاثة على خمسة هي ثمانية، كيخصني نكمل حداش، كنجي فوق هاد المجموعة الأولى تاني كنخدم فوق منها ثلاثة ديال الأعمدة، واحد ها جوج ها ثلاثة. واش كندير؟ ألوغ نخدم خمسة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنجي فوق من هاد الفراغ الأول كندير حشو، غادي نكمل الخدمة ديالي بحال كيف ما خدمت في المجموعة الأولى. هذه هي النتيجة. ألوغ تيكونو عندي ثلاثة د الفراغات، كيتبعوهم ربعة كيتبعوهم ثلاثة، ألوغ كيبقاو هاد جوج سطورة كيتعاودو، مرة ثلاثة مرة ربعة، وهنايا كيكون عندي مرة حداش عمود، مرة خمسة الأعمدة، مرة حداش، مرة خمسة، حتى غادي نكمل عشرين سنتيم، لأن كيف ما قلنا هادي خصو يكون عندي فيه مربع ديال عشرين سنتيم على عشرين سنتيم. وي البنات حنا تقريبا وصلنا للمرحله الاخيره تقريبا ديال المنادل. الوغ اشنو كندير؟ كنحط واحد فوق واحد، كنخلي كناخذ السنتيم ديالي، كناخذ النص من هنا والنص من هنا، هاد البلاصه غتبقى محلوله، هي اللي كنجرو المنيدلات ديالنا، مفهوم؟ الوغ كنجي كنضرب هنا كامل، كنجمعو على هاد الشكل، غنوريكم الطريقة باش جمعتنا. ألوغ كندير جوج ديال السلاسل، كنخلي هاد العمود هنا ركيبانو ليا الأعمدة اللي كنا خدامين بيهم، كنخلي العمود الأول العمود الثاني، كنمشي حتى للعمود الثالث، وكندير حشو على هاد الشكل، كندير ثاني جوج سلاسل، نخلي هاد العمود اللي خدامة فيه العمود الثاني، كنمشي للعمود الثالث، وكندير فيه حشو على هاد الشكل. ما تخافوش راه مغداش تجي مزيرة، علاش؟ لان غيجي فوق منها مازال الضرس. الوغ حشو الاول السلسله الاولى السلسله الثانيه، نو غنجي ثاني لهنا كنخلي العمود الاول اللي خدمت فيه العمود الثاني، كنمشي للعمود الثالث وكنجمع فيه على هذا الشكل، وندير ثاني جوج تاع السلاسل. هاد الخيوط هادو اللي بقاو عندي هنا نحاول كلهم نجمعهم معايا، وكنجي لهنا لهذا الراس ديال المربع، كنجمعو مع الراس ديال الجهة الأخرى على هاد الشكل،
كندير ثاني جوج ديال السلاسل، كندور الخدمه ديالي. الوغ هنا عندي الوغ كنخلي الفراغ الاول، كنمشي للفراغ الثاني وكنخدم فيه حشو، ندير جوج تاع السلاسل، نخلي فراغ ونمشي للفراغ الثالث وندير حشو، ندير جوج تاع السلاسل، نخلي فراغ ونمشي للفراغ اللي تابعو، وفي نفس الوقت كنخدم معايا على هاد الخيوط اللي كنبقاو ليا في الجناب. الوغ غادي نكمل هي النتيجه اللي كتعطيني حتى كنجمعها كامله على هذا الشكل. الوغ هنا غادي نكمل فقط الحد ديال 10 سنتيم، وغادي نحبس باش غتجيني هنا الحله ديال هاد حامل المناديل ديالي. بالنسبه للضرس دائما كنخلي لكم الاختيار ديال الضرس، الوغ اللي كيعجبها شي ضرس او ساهل ليها في الخدمه في يديها تخدم به. المهم اي وحده كتخدم كتعرف لشي درس تخدم به، سينو انا رانا قلت لكم ما خدمت معكم في المفرش اللي عجبها الدرس اللي كندير قولوها ليا، لانه كياخذ شويه ديال الوقت ندير لكم فيه فيديو خاص. الوغ غنساليها باش نشوفوا النتيجه النهائيه. الوغ بالنسبه للورده، الوغ الوريده على هذا الشكل كما كتشوفوا، درت فيها 20 ديال لي بيطال هادو. الوغ شنو درت؟ خدمت 80 سلسلة، الوغ باش تعطيني 20 وريقة لي خصني ندير 80 سلسلة، اللي بغات قصر دير قصر، اللي بغات قل دير قل، مفهوم؟ بحال مثلا إلا بغيتي 10 غدا ديري 40، بغيتي 30 غدا ديري 120، مفهوم؟ الوغ إذا هنايا دائما كيفما كنقول لكم كنوجدو السكة اللي كنخدمو عليها. الوغ كنخلي سلسلة وكنخدم فوق من سلسلة عمود، كندير سلسله وكنخلي سلسله نمشي ندير فوق من سلسله اخرى عمود، كندير سلسله وكنمشي فوق من سلسله، نخلي سلسله نمشي فوق من سلسله اخرى وندير عمود على هذا الشكل، مفهوم؟ كندور الخدمه ديالي، كندير واحد الحشو فوق من الفراغ الاول على هذا الشكل، كنمشي للفراغ الثاني كندير سبعه ديال الاعمده، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كندير سلسلة كنمشي للفراغ الموالي كندير فيه حشو وكندير سلسلة، وكنمشي للفراغ اللي تابعو كندير ثاني عاود سبعة ديال أعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة أربعة سبعة، دير سلسلة نمشي للفراغ الموالي كندير فيه حشو وكنعاود سلسله واحده اخرى نمشي للفراغ الموالي وندير سبعه ديال الاعمده. الوغ اذا غادي نخدم هاد السكه ديالي كامله على هاد الشكل. ساليت هنا بنات هاد لي بيطال كيف ما قلت لكم، هاد الحلقات هادو على هاد الشكل كتعطيني 20 وحده. اش كندير دابا؟ كناخذ اللون الاخر هذا اللي قلت لكم ديال الكوردون في البرونز، وكنجي كنبدا نخدم فوق كل عمود واحد حشو، فوق كل عمود غادي نخدم واحد حشو، نوريكم على هذا الشكل حتى غادي ندورهم كاملين. فوق كل عمود واحد حشو على هذا الشكل، كنجي لهاد البلاصه هادي اللي درت فيها الحشو حتى هي كندير قبل منها حشو ومن موراها حشو باش ما تصيرش ليا الخدمه، وكنكمل فوق كل عمود واحد حشو.
هو على هذا الشكل حتى غادي ندور هاد الحلقات ديالي كاملين. الو هنا دورتها كامله بالحشو كيف ما كتشوفوا، كنوجد واحد ليبره والخيط، وكنوجد واحد العقيقه، وكنجي كنشدها. الو لاحظوا نوريكم جوج تاع الطرق. الا خدمناها على هذا الشكل على الوجه كتجيني الورده مسدوده وما كتجينيش. الو غنوريكم باش تشوفوا الفرق، كتشوفوا الفرق بين هذه وبين هذه. فاش كنخدم على الوجه كتجيني هكا مسدوده، فاش كنخدمها على الظهر ديالها كتجيني على هذا الشكل محلوله. الو انا كنفضل انني نخدمها على هذا الشكل. واش كندير دابا؟ هذا هو الوجه ديال الاعمده، كنجي كنخدم على الظهر، هذا هو الظهر كيف ما كتشوفوا، كنجي كنبدا كنلوي فيها على هذا الشكل، كنلويها كلها على هذا الشكل باش كتعطيني هذا الشكل هكا محلوله كيف ما كتشوفوا، مفهوم؟ واش كندير؟ كنشدها كنقادها من هنا على الظهر ديالها، كنكون موجده البرا والخيط ديالي. ها هو واش كندير؟ كنجي لهذا الراس هذا اللي البراني، كنجمعها على هذا الشكل، وهذه الدخلانيه هذه نحاول حتى هي نشدها معايا باش تجي داخله ومجموعه على هذا الشكل. كنعاود نخدم اللي حداها على هذا الشكل، نحاول نشدهم كاملين هاد الجناب هادو، ما نزيرش من كون كنجمع فيها، ما نزيرش الخيط ديال الليبرا باش تبقى لي محلوله كيف ما وريتكم. هاد الشكل كتكون فيه محلوله كتجي احسن، وكتجي في لافينيسيون ديال البياسه، سواء بغيتي ديريها في تريكو او لا في هكا في شي حاجه هكا ديال الخدمه ديال لي اكسسوار تاع الكوزينه كتجي بلا. هانو كيف ما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل، مفهوم؟ كتجيني على هاد الشكل بلا. الو غادي نكمل كنجي كنرجع لهنا للوسط، يلا في الوسط خاصها تجي بحال ما هكا، وكنجي لهنا للوسط باش غندير غنلصق واحد العقيقة، غادي تعقيقة هنا من الحجم الكبير، غادي نديرها هنا في الوسط باش نعمر بها هاد الخوية هادي كيف ما كتشوف. ونثبتها ونعاودها مرة أخرى على هاد الشكل، هاد الشكل كتجيني الوريده ديالي. نوثق الخيط هنا من اللور، هادي جاتني شويه، نثبتها حتى هي هنا باش تبقى شويه خارجه باش تعطيني الحجم تاع الورده اللي بغيت على هاد الشكل. صافي تثبت الخيط، هذه هي الوريضه على هذا الشكل.